في البداية أحب أني أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان الله يطول بعمرهم، وأيضا أمير مكة خالد الفيصل الأمير خالد الفيصل على جهودهم الكبيرة اليوم ونجاح الحج من ناحية التنظيم والأمور الكثيرة. والكل شكر دور أمير مكة ورجاله من رجال الأمن وأيضا المنظمين اللي قاموا بدور كبير وأثبتوا للنجاح فعاليتهم في إدارة الحج. 3 ملايين حاج في بقعة صغيرة، صعب لأي دولة كبيرة اللي تقدر تسيطر على هذا الحجم وتوفر الأمن والأمان. فشكرا لأهل السعودية والشعب السعودي على دورهم الكبير. أما ردي على مذيعة الجزيرة خديجة بن قنة، أول شيء أنت تبقين كذي في عيون العرب وتغريدتك فيها قلة احترام وما هي من عادات وتقاليد أهل العرب، مو من عاداتنا ولا من ديننا أن نحاول نقلل من قيمة الناس. فما بالك بمكانة الأمير خالد الفيصل، فكل المسلمين اليوم يشكرون الأمير خالد الفيصل على جهوده. أما أنت يا مذيعة الجزيرة، ما هو غريب على الجزيرة أفعالها وخيبتهم الدائمة بمحاولة الإساءة للآخرين. كل هذا أساس السعودية أثبتت بالدليل الواقع وصول حجاج من قطر، هذا اللي زعلكم؟ نعم، وصلوا أهلنا من قطر حجوا، شنو المشكلة يعني؟ ويذكرون الرقم الصحيح.